الصربي دراكو فيتش دراكونوفيتش المدير الفني لفريق وفاق الصيف اتكلم مع الزميل الكريم حسن شحاتة في قناة الحياة عن الأهلي والمباراة وظروفها وماذا ينتظره في العودة. نشوفه. نحن لسنا سعداء بما حدث على الإطلاق، لأن النتيجة 4-0 نتيجة لم نأتي للقاهرة من أجلها، كنا نأتي أتينا القاهرة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. في بعض اللحظات في المباراة الأمور لم تكن في صالحنا تماما، وكان من الممكن أن تكون هذه النتيجة أقل مما كانت عليه. مين اللعيبة اللي من نادي الأهلي اللي عجبتك كمستوى وكمهارة؟ الحقيقة أعجبت بالكثير منهم، وكل واحد فيهم لديه شكل مختلف للعب. على سبيل المثال بيرسي تاو دائما موجود ويراوغ ويتعامل بفنيات عالية وذكي. أيضا هناك لاعب مثل شحات وهو لاعب ذكي أيضا ولديه تأثير كبير ويستطيع أن يتحكم في إيقاع السرعة في المباراة. أيضا علي معلول رائع جدا، يدعم فريقه دائما ويمرر كرات عرضية رائعة جدا. بتفكر في مباراة العودة ازاي وانت خسران 4-0 وبتلعب يعني في الجزائر على ملعبك امام جماهيرك؟ سنحاول ان نفوز، ولكن لا يمكن ان نعتمد على فكر ينبع من اننا سنحقق مفاجأة كبيرة، ولكننا سنلعب من اجل الفوز بهذه المباراة. رأيك ايه في موسيماني مدرب النادي الاهلي؟ تحدثت كثيرا عن في عدة مرات عن بيتسو موسيماني في مقابلات كثيرة، وأرى أنه واحد من أفضل المديرين الفنيين في إفريقيا. لم يخسر أبدا أي مباراة في المراحل الإقصائية، وأنا أحترمه كثيرا. طيب هنلجأ في الأحكام على الناس لقلقنا ومخاوفنا ورغبتنا الشخصيه ومعاييرنا الشخصيه، ولا هنروح للخبراء؟ كل الاسماء اللي الراجل اشاد بيها واحترمها كثيرا هي اسماء تعرضت للهجوم القاسي جدا، لم نستثني احد. العالم ينظر الينا في مكانه واحترام، ونحن مشغولون باثبات صحه وجهه نظرنا، وان احنا واحنا بنتفرج بنبقى خايفين، فالقلق هو حاجة طبيعية، لكنه بيفسد أحكامنا الموضوعية. لأن أنت لما بعد كده بترجع تتفرج على الماتش بهدوء وأنت عارف النتيجة وكسبان بتنبسط من الأداء. فأنا أرجو إن احنا نرجع ونحط الأهلي ومصلحته ونرجع للكتالوج الصح اللي بقى اللي بيعملين يقولوا صالح سليم. لا، الأهلي لا يضار من المدرجات اللي هي اصبحت النهارده انتقل للمنصات. لان مفيش مدرجات دلوقتي. بالعكس انا شايف لو في مدرجات ما كناش هنجد هذه القسوه من المدرجات على اللعيبه. كان لما حد مشجع يندس في وسطهم عشان يقول اس يروح مسكتينه يعني. انما العلامه بتاعت الاهلي اتخلقت في ايه؟ انك تبقى خسران والناس بتقومك لحد ما بتخيبش أملها. ومن هنا تأتي شخصية الأهلي من المدرجات الداعمة مش الناقدة، وكل واحد يقول لك ما احنا من حقنا. يا سيدي حقك وانت قاعد مع أصحابك، لكن عندما توجه رسائل مباشرة إلى دائرة اتخاذ القرار أنت بتضغط عليها وبتشوهها وبتأذيها وبتخليها برضو مش شاعرة بالعدل. يعني هو الناس عماله تاخد بالاسباب، لكن مش في كل مره لازم نحقق العلامه الكامله. نتمنى ان نحقق العلامه الكامله. العالم ينظر الى محاولاتنا دي والى درجه تحقيقنا لاهدافنا بمعيار عالي جدا على مستوى العالم، وجبنا لكم الامثله، وهو المنافس بتاعك بيحكم عليك ازاي.